السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في خبر عاجل وفاة الصحفي الشهير جدا صلاح الدين الغمري قبل قليل الصحفي المشهور جدا في القناة الثانية خصوصا في يعني فترة الجائحة جائحة كورونا حيث نشر فؤاد العزوزي فؤاد العزوزي هو صحفي كذلك في القناة الثانية في مدينة الحسيمة هو مراسل في مدينة الحسيمة نشر آه هذه آه التدوينه قبل قليل آه يعني عن خبر وفاه صلاح الدين الغمري الاسباب آه مجهوله لا, لا نعرف السبب آه يعني سبب الوفاه آه بعد لكن آه ما يسعنا الا قول ان لله وإنا اليه راجعون آه غفر الله آه لاصحفي آه آه المحبوب جدا وأسكنه فسيح جنته إن لله وإنا إليه راجعون